حينما يسود قانون الغاب داخل الأسرة، فلا غرابة بأن جميع القوانين في مجتمعك لن تخدمك. وحين تكون الأم قاسية بأفعالها ويكون شريك الحياة لا يرحم، فماذا ترتجي من الدنيا وقوانينها؟ وعندما تكون المادة رقم 50 من قانون الأحوال الشخصية لا تخدم أحدا، فهنا لمن ستلجأ ناعمة؟ في حقيقة الأمر وددت أن أنقل لكم معاناة امرأة عانت الأمرين في حياتها. هي نعيمة من أعالي مدينة أقبو في بجاية، شابة في مقتبل العمر وأم لثلاثة أطفال. عاشت معاني الظلم والعنف والألم بكل مرادفاتها، ولازالت تصارع الحياة وتبحث عن سبيل إلى الراحة والسعادة. نعيمة فتحت قلبها لنا، وهذه هي قصتها مع الحياة التي لم تنصفها. كيفاش كانت حياتك نعيمه؟ زوجتي حياتي والله ما على بالي اون ديغي بور موا الوقت توقف سي بون فهمتي كوم سي خلاص وصلت لو بو شوي ديزيسبيري لا فيريتي شوي ديزيسبيري اي مالوغوز انا الكبيره في الدار ومالوغوزمو علاقتي وبيني وبين يما سورتو ماشي مليحه فهمتي لو كان باغ اكزومبل نقول هكا ولا المستمعين باللي كيما يما هي الفونتوم تاع حياتي ويما اللي خربت حياتي ولا حد ما يقدر مي دوماج كاين كاين دي مامو هما اي سون تري ميشون يغاروا من بناتهم صح كيفاش حسيتي بلي ما كيتغير منك كيفاش جاتك الفكره هذه بلي ما كتغير منك ماشي جاتني الفكره سي بار براتيك فهمتني لا براتيك هي اللي وصلتني هنا وما الفكره وواحد يغير منك ولا ما يغيرش ولا يهضر عليك ورا ظهرك جمان فيش فهمتي يما ولا واحد اخر مي المعامله فهمتي المعامله القاسيه كي تدي باسي شغل بالهضره بالضرب بلي كومبلون بالسابوتاج بكل شيء فهمتي انا تزوجت واحد ما فرصاني باش نتزوج مي بصح كي تكون فتاه في دار باباها ودار فاميلتها تعيش ظروف قاسيه مليح فهمتي ظروف قاسيه ما تقدرش تقرا ما تقدرش تكون اليز شغل الهم الضرب ايتو نقدر نقول زوجوني بالسيف فهمتي مي بصفه غير مباشره كيفاش بصفه غير مباشره بار اكزومبل كنت في دار بابا ما عنديش دروا على باغول الهضره فهمتي ما عنديش الدروا باش ندير ستاج ما عنديش دروا باش نحل الطاق ما عنديش الدروا باش نخرج حرموني بكل شيء فهم ايماجين انا فتاه مراه بصح خويا صغير عنده الدروا باش يضربني عنده الدروا باش يضربني جوست باسكو هو راجل وانا مراه فهمتي ويما شغل تكل عليا على شغل تاع الدار انا مستكلفه بست خاوتي الاخرين بخمسه خاوتي الاخرين فهمتي انا اللي ندير شغل هي تخرج وتروح للعارس شغل كاع لا ريسبونسابيل بليتي عليا انا مالغري كنت صغيره ملي كان عندي 15 سنه ولا 16 سنه هضره جوج هكا تقولي لي روحي تزوجي كيما انت والبنات روحي ديري كي الدار كيما انت والبنات بنت الفلاني تدير شغل انت ما تعرفيش انت هكا انت هكا انت هكا شغل دخلتني في دوامه حسيتي بلي حطموك حطموني اون بعك ديجا ان ماغيف دي مومون دي فوا كيما كاع الفتيات الجزائريات تكون مرغمه تقول والله لو كان يجي كاين يجي واحد شحات قدام الباب نمشي معاه نتزوجو نديه برك من باش نهرب من الميزيريه تاعكم ومن بعد مالوغوزمون كي تتزوجي ما تعرفيش الشخص اللي تعرفيه ايتو اون بليس كي سورتو كي تكون ما عندكش قيمه وهيبه في دار بابك ايفيدامون هذا الانسان يولي يحقرك يولي يضربك شغل تولي تهربي من بروبليم لبروبليم فهمتي واش كيدير انا اللي تزوجت به بنت خالتي فهمتي انا لا باز كي ما حسيتش روحي بلي راني حابه نتزوج ولا وصلت للاج باش نتزوج فهمتي باسكو خطبني 15 سنه وتزوج به ابي بخي قريب 20 سنه مي بصح البيت ديالي باش نهرب من دار بابا باش نهرب نشونجي الجو نشونج مي مالوغوزمون يما تبعتني لي باغو ديالي تبعوني حتى لدارنا حتى لداري واش ندير واش ناكل واش نشرب لا مارك تاع الشامبو اللي نغسل بيه لا مارك تاع الصابون وين نروح وين يدينا راجلي وين ما يدينيش اون بليس يما فهمتي يما مالغري هربت مالغري رحت لدار راجلي ايماجين درت علاقه مع راجلي فهمتي شغل هكا بالفم هكا تهضر معاه وتفاهم معاه هكا باش جوست سابوتيني قالتها لوجهي قالت لي وجهي والله لو كنت بقى نرجعك حتى للدار نرجعك حتى للدار تولي فام
دميناج تاع خواتاتك. اي نورمال هكا الوجه. انا شتكيت البابا وشتكيت هكا وبابا كي دي فوا يزقي عليها يولي في لاباغار يضربها بابا وتولي بلوس انت وجهها كانتي هكا انت هكا على جالك ضربني باباك ايتو تروح للجيران تشتكي شغل تشمتني فهمتي شغل كي تشوفني بار اكزومبل عندي صاحبتي تروح تدخل بيني وبين صاحبتي باش تفرقنا فهمتي باش تفرقنا كي تشوف وحده عدوتي تروح تديرها حبيبتها زكار عليا فهمتي باش يتفاهموا عليا حتى كي كنت مزوجه ديرها ميم اللي كنت متزوجه كانت دير لي هكا ميم كانت تفاهم مع راجلي عليا انا ما تديهاش للطبيب كي كنت انسانت ما تشري لهاش هكا ما تديرش هكا الفلاني يدير المرتو هكا لو كان جيت راجل دير لها هكا حطمت لي حياتي احكي لي شويه كي تزوجتي تغيرت حياتك شويه بالك هذاك العنف ما صبتيش في دار راجلك ولا واش صبتي من بعد او ديبي كنت نهضر مع راجلي نتفاهم مع راجلي نحوس نلقى عنده الحنانه ولا ندير جو عائلي بيني وبينه برك من غير واحد ما يدخل فينا باسكو كي يكونوا جوج متفاهمين ثالث هو اللي خرب في بيناتهم كسوا تيمات الراجل ولا بابا الراجل ولا يمات المراه ولا اختها ولا فهمتي من لا فامي ولا لا غراند فامي مي بصح يما دخلت روحها بيناتك كي شفتنا بيان كي شفتيها كي ولا دير لي بروبليم تجي لداري ما تعرفيش طيبي ما تعرفيش هكا علاش دي فوا في الدار كي نلها هكا ما نديرش حاجه تسقي تعيط لراجلي توري له هاد الحاجه هاد العفسه شغل توجور توري له الحوايج ولا العفايس اللي يضربني بها ولا باش يحقرني بها ولا فهمتي قدام راجلي تكومباري روحها بيا تقول انا درت هكا انا بنيت جوج شوانبار انا درت هكا انا جمعت دراهم انت ماشي كيما انا فهمتي ما خرجتيش عليا بورتو كنت في داري لاباس عليا عندي ثلاثه دراري نوطهم وحدي مبنيت داري كي على حسب لي موايا تاع شهريه تاع راجلي وحدنا وكوماسيت نخدم ملي كوماسيت نخدم نرفد شويه روحي ولا فامي ديالي وولادي من ذاك الوقت لي بروبليم بداو يزيدوا شغلي ما ابو كان تعايرني ما تعرفيش تربي ما تعرفيش تربي ولادك ما تعرفيش طيبي ما تعرفيش ديري ليكونومي ما تعرفيش ملي وليت نخدم كي شافت بلي كاع الناس شافوني بلي بيا داري نقيه ولادي نخرج ونجي ندي ولادي معايا انا دخلتهم لي زيكول بريفي سفريت عليهم ما نديش رايها وما نديرش عليها وكي شافتني نخرج بدات تحوس دخل الوسواس في قلب براجلي تقول باغ اكزومبل راجلي قالت لي فلنتيا شفتها في منطق فلان ولا في مكان فلان ولا سلمت عليها باش دخلوا لي الشيك وصلت حتى قالت له انت ماشي راجل تخلي مرتك تروح تخدم في العراس وتفيلمي وهكا وهكا وانت تقعد في الدار وشكون اللي قال لك بلي صح تروح للعراس ما تروحش بلايص واحد اخرين هكا فهمتي من بعد ماك ما دخلت بينك وبين راجلك ورجعت حياتك هكا من بعد شفت بلي راجلي ياخد ليها الراي بزاف شغل خلاص دخلت العنف في ما بيناتنا دخلت الوسواس تولي توصل ليا تقول راجلك قال عليك هكا عليك هكا وتوصل راجلي تقول مرتك قالت علي هكا وشتكيت البابا وشتكيت واحد ما قدر رحت لابسيكياتري وشتكيت عليهم ومن بعد الميدسان ديالي تخيتون عيط البابا قلت لهم انا ما نقدرش نكمل ما نقدرش بار اكزومبل ماشي بار اكزومبل واحد براني يدير لي هكا فهمتي واحد لو كان واحد براني يدير لي هكا نقدر نبزق في وجهه ونعايره ما على باليش مي شغل ضربه جاتني من دمي من دخل فابي ديالي ما لقيتش لا سوليسيون وين نهرب وين مش قدنا بسيكياتري وحكيت هكا للميدسا ديالي دكتور صديقي وقلت لها ما نتهناش انا ما نتهناش حتى ديري كونفلي فاميليال ما نتهناش قلت لها نقول لك صح نهرب ولا نقتل روحي نخلي ولادي قلت لها لازم تجيبي يما وبابا وراجلي باش نهضروا باش نتفاهموا ومن بعد بداو يهضروا بسيكياتري رحت الواد عيسى رحت برجليا شغل خرجت من الدار قلت يا ما نقتل روحي ولا نروح في كاش بلاصه نخدم فيها حتى يكبروا ولادي ونولي نحكي لهم لا سيتياسيون ديالي بلي ما نقدرش لان ديجا انا ما نقدرش نسوفي روحي من العنف ديالهم فهمتي انا ديجا اصلا تضرب كي واش يديروا بما هم وهي مازال تضرب فما نقدرش مي با نديفوندي على روحي كيفاش نقدر نديفوندي على ولادي شغل ما عنديش كاع لا باغول قلت نروح كي يكبروا ولادي نولي عندهم نفهمهم
وبعد جاتني هاد ليدي باش نروح لابسيكياتري فواد عيسي في تيزي وزو باش نحكي لهم فهمتي. قلت لهم جو مغوبوزي كلكو جوغ هنا. وبعد وصلت حكيت لهم لا سيتياسيون, قلت لهم راني شوي تري بيان, شوي با مالاد, شوي با فول, مي شوي ديزيسبيري. شوي ديزيسبيري بزاف عقله كي جيت عندكم وليو نروح بلاصه واحده اخرى ولا نقتل روحي ولا نتهور باش ندير حاجه مليحه. راني جيت هنا باش نحكي لكم على لا سيتياسيون ديالي. عيطت لبابا ويما وراجلي وجوج خواتاتي في الدار وحكيت لها. بديت نهضر, بابا يهضر, راجلي يهضر, يما تهضر. ومن بعد بابا اعترف قالها صح. قلت لها انت بالذات بابا ملي كنت صغيره تقول يما انت وجهت على قتيله ان جور تبروفوكي قتيله بين جوج باسكو تسخن دمهم في الجوج شغل تحرش واحد تحرشوا على الاخر. قلت لها قريب يوصل هذاك الوقت. ومن بعد تستعرف لهم صح يما هاد دير لها هكا دير لها هكا. قلت له لا بسيكياتر علاش يما هاد تكره بنتها لهاد الدرجه علاش تحتم لها حياتها. قالها صح بالك يما كي ناضت ما عندهاش باغ اكزومبل باباها ولا يماها في دار عمامها سي با زين اكسكوز واحد مليح مليح واللي ماشي مليح كلش في الدم كلشي في القلب واحد. ومن بعد وليت للداريتو هما هكذاك بقى قلبهم قاسي كيما كي راجلي. اشوف فوا نهضر مع راجلي مالقي انا اللي يكون عندي الحق يروح يقول لي روحي روحي بين اليوم ما شربتيش الدواء تاعك روحي تشربي الدواء تاعك باش تكمل. شو لا بسيكياتري نو بلي سي با زون سوليسيون يعني ما كانش رحت لا بسيكياتري باش يعاونوني. فينالمون حطيت من النيفو ديالي حطيت من النيفو ديالي ولات يما تقول شغل كي شافتني دخلت لا بسيكياتري وليو زعما تبقى بينها وبين روحها تبكي تقول شوف وين وصلت بنتي دخلت لا بسيكياتري مسكينه هي كونترير راحت كاع الناس بنتي دخلت لا بسيكياتري ماشي مليحه في عقلها هكذا باش تحل البيبان باش تعايرني باش تضربني باش من بعد يقولوا الناس بالك كشي ما قاتلها صافي دير بنتها ماشي مليحه في عقلها سي بور سا تضربها سي بور سا دير لها. إلى متى وإلى أي مدى؟ ما هو الحل وكيف ستكون النهاية؟ هو السؤال الذي ستجيبنا عنه نعيمة في الجزء الثاني من قصتها فتابعوها.